الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يسرنا في جمعية التعليم والتنمية الترحيب بكم في واحد من أبرز الأنشطة التي تقدمها الجمعية في دولة بوروندي، وهو تعليم المحتلين الجدد. وتولي الجمعية هذا البرنامج اهتماما خاصا، حيث ويتلقى المحتلي الجديد كل مستلزمات الدراسة من تغذية وسكن ومواصلات، مستلزمات طبية وغيرها مما يحتاجه الطالب المتعلم في هذا المركز. سنذهب وإياكم لاستماع إلى نماذج ما يتعلمه الطالب في هذا المراكز. لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الحرام.